مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وخبر جديد. اليوم عندنا اخبار كثيرة، من بينها احتفالات اليوتيوبرز باليوم الوطني السعودي 89، فعدد كبير من اليوتيوبرز شارك صور فلوجات ستوريهات وحتى فيديوهات موسيقية، فرح اليوم نشوف مين من اليوتيوبرز اللي احتفل بهذا العيد، وكمان رح نشوف اخبار تانية كتير حلوة. ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة. فحابب اقول من هذا المنبر كل عام والمملكة وشعبها بألف سلام وامان وبخير. عمر ماكس اتش دي نزل هاي الصورة وكتب: ما شاء الله الانستغرام كله اخضر في اخضر، ليتني في السعودية واشارككم الاحتفالات، هاشتاغ هم حتى القمة. هازيكس نشر هالصورتين وكتب: هم حتى القمة. اما رند وجودي فنشروا هذا الفيديو وهم عم بيغنوا شيء لسعودية وكتبوا: يوم وطني سعيد لكل السعوديين. اما ثنيان خالد فنشر هاي الصورة اللي تجمعه مع اصدقائه وكتب: فرصة جميلة اليوم طلعت مع شباب الحارة، الأجمل تشوف الكل محتفل باليوم الوطني من مختلف الجنسيات. أما عبد الله جميل نشر هاي الصورة اللي كان حامل العلم السعودي ولابس نفس ألوان العلم وكتب: كل عام والمملكة بخير. أما نور ستارز فاختارت أنها تحط مكياج باللون الأخضر وكتبت: أخضر على أخضر بمناسبة اليوم الوطني. ونجود نشرت هاي الصورة وهي بتحمل العلم السعودي وكتبت: دمت وطننا للعز والمجد، دمت شامخا وأبين. نارين بيوتي نشرت هاي الصورة وهي بالعباءة وكتبت: كل عام وأهل المملكة السعودية بألف خير، أتمنى لكم يوم وطني سعيد لكل متابعيني وبتشكركم على كل الدعم، أحبكم مرة. ودانيا الشفعي نشرت هاي الصورة مع العلم السعودي وكتبت: هم حتى القمة، كل عام ومملكتنا بألف خير. وسعودي ريبورترز نشروا هذا الفيديو وكتبوا: كل عام ومملكتنا حكامها وشعبها دائما بخير وأمن وآمان. أما بخصوص الفلوجات فرند وجودي نزلوا فلوج باسم: صرنا سعوديات ليوم كامل احتفلنا باليوم الوطني. وعصابة بدر كمان نزلوا فيديو باسم: أشياء تخليك تبتسم غصب عنك، حيث شاركوا فيه فيديوهات متابعينهم وهم يحتفلوا باليوم الوطني. اما عبد الله جميل فشارك فلوج يوم كامل باللون الاخضر، وعز الخد نشر فيديو من فقره مقابلات الشارع باسم مواقف اليوم الوطني السعودي. اما نيفو ففاجأ متابعينه باغنيته الاولى اللي راح تكون باسم حياتي، حيث شارك هالفيديو اللي يجمعه مع دايلر للاعلان عن الاغنيه. ما تعرفني ماشي لبخاطري، وانا اكمل اللي عندي ولا خلصت كافي، ولا خلصت كافي، ابي اقول اللي براسي، ماني حاسب حياتي، باقي حتى مع الشبابي. لا 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 يعني من ألم قلبي حياتي، تعبت من الأيام يا رب تحقق اللي في بالي. ألف مبروك لإلك نيفو، عقبال نجاحات أكثر وأكبر. أما ميمي فأطلقت حمرتها الجديدة اللي راح تنزل يوم 6 أكتوبر، حيث حضرت أصالة المالح وليلى مراد للإيفنت ليشاركوها الفرحة. ألف مبروك لإلك ميمي، عقبال نجاحات أكثر وأكبر. هون نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية أخبار اليوم، فلا تنسوا تضغطوا على زر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر، وزر الاشتراك لتحضروا جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. بشوفكم بحلقة تانية وفيديو جديد.